ميك اب جديد من انجريد، برايمر اللي انا كنت كلمتكم عنه قبل كده، بس ده النسخه الجديده اللي هو البرايمر بتاع البورز وبتاع الاحمرار وممتاز للبشرات الدهنيه. فاونديشن جديد اسمه ايديال مات فاونديشن للبشرات الدهنيه. هبدا بالبرايمر. طفى لمعه البشره، يخفف في شكل المسام. استخدم الفاونديشن، الفاونديشن ده درجه 301. باكجينج عجباني جدا، اساسه هاي اند فاونديشن، مع ان البراند دي دراج ستور، بس عايز اقول لكم هي براند قريبه جدا انها تبقى طبيه، والكواليتي بتاعتها عاليه جدا جدا، بس اسعارها ممتازه. ايه بقى التغطيه دي وايه اللون ده؟ انا مبسوطه جدا ان اللون طلع تحفه. دي دمج بس ببرش، هدمجه دلوقتي بسبونج. بعد ما دمجته بسبونج، خدوا بالكم انا مش حاطه كونسيلر، وبصوا ناعم ازاي تحتيه. طبعا البرايمر منعم لي جدا جدا شكل المسام. كمل كده الميك اب وارجع لكم بالفاينل لوك. ممكن حد يقول لي ايه الفينش البروفيشنال دي؟ انا ما ثبتتش وشي كله بلوس باودر، ثبتت تحت عيني وعند مناخيري طبعا، بس عايز اقول لكم ان هو ناعم جدا جدا. انا ما احتجتش ان انا اعيد على السمايل لاينز خالص. بص شكلها عامل ازاي، كومبو يجنن. انا ده مجرباه من قبل كده، والفاونديشن خطير يا بنات بجد، كومبو تحفه. الصيف ده مش قادره اقول لكم انا حباهم قد ايه. سيب لكم الابديتس بتاعت اخر اليوم في الكابشن تحت.